مسكوت. بتقعد تفكر ايه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعات. مش لابس طاقية ليه؟ بسرعة! طلع الإشهاد! الإشهاد الطاقية يا مسجون! نصل الطاقية! الإشهاد الطاقية أهو! أهو! البس طاقية! قبل الطاقية اتحرك! كله يتحرك! شايف خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خبطة واحدة، نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. سلام، تبقى صاحبي حبيبي، تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك، هعصرك تنسي المساجين صغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام، احترس احترس مني، هتلاقيني منط لك في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هاتولي الكلب ده، هاتولي على مكتبي. ايه يا عم، انت هتاكلنا ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل يا عطري. الحقوني يا باب، الحقوني تمشي جنب الحيط، مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط، هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه. بسرعة على زنزانتك يا كلب، بسرعة! الله يعمل الزنزانة، الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجة، أهم حاجة هنا الالتزام وتنفيذ الأوامر عشان مدتك تعدي على خير. توزع الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعة. وأنت يا ابني التوهو، طبعًا محدش قدكم. آخر ليلة تبقى في السجن. يتوزع على عنبر الإفراج. يلا. خش على الطابور. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروحي. ما لو واحد ايه؟ خدنا افراج يا راجل، والله ما كنت حاسس ان انا مريء. اجمد يا دكتور، اجمد. دراعي يا فندم، دراعي دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك، خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبية، ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنة اضربها في دراع سعادتك والسرنجة تتني. هدي نفسك يا فندم، العصبية دي مش هتجيب اي نتيجة. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم، انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حالة سعادتك. المرة اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حالة زبط سعادتك. لا لا، الدواء المرة دي مستورد، ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفة يا فندم، يدلدلها.
اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفة، والشفة نزلت 24 ساعة بس، ومطر التاني لزقت من أخيري. اعمل معروف، أنا مش هعيش حياتي كلها بقي موارب، البنت مش عارف أبوسها. يا فندم الطب تقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طب بره يلا على زنزانتك. أنا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك، بره يا كلب. علاج يا نعم. اجازه فيه. نعم اجازه. اجازه؟ ايوه فيه. يعني ايه اجازه؟ بقالي شهر ما نزلتش. شهر ايه؟ بقالي شهر ما نزلتش. يعني ايه بقالي شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين هنا ما نزلتش، بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. ناسف يا فندم. يعني ايه اجازه؟ ناسف يا فندم. ايه الحلال اللي انتوا فيه ده؟ غريب قوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين، وده الكشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم، بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي. واضح ان اقعد يا ادهم. خلاص ميرسي. قلت الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74، ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. المطلوب يا ادهم. اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. المطلوب يا ادهم خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانة شوية اجهزة، يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي؟ دي في دي؟ نجيب له دي في دي؟ هو متهيألي عنده بطاطين كفاية، مش محتاج الفيو في دي ده. الموبايل يبقى كده تمام. بسيطة جدا الموبايل، ايه المشكلة يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني. على الأقل يتصل بالأولاد كويس، ويبعت يجيب بالمرة صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانة، وناخد له زنزانة أجار جديد، واحدة بتطل على البحر والتانية بتطل على الشارع. ده عند أمه. عند أمه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص. يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقيه زمايله. حاضر يا فندم. ادهم اختار مواضيعك معايا واحصل. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم لاخر مره هقولها لك، حركه الترقيه اتقربت، خلي دوسيك يعدي على خير. واظن انت محتاج الترقية دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائية وكملت وخدت ليسانس. صراف. تمام يا فندم.